لانه ضعفت بزاف واحد الوقت وانتقدوني في الصحراء وانتقدوني اهلي وانتقدوني اصدقائي. فقلت لك الرضا على النفس والمصالحه مع النفس حاجه كبيره، فيكفي انني نتصالح مع نفسي. فانا بالنسبه لي ما تكونش زوائد ليا خايبه، فانا عاجبني راسي هكا بالعكس. يعني صوري من كنت صغيره وشوفوا صوفيا بنتي، يعني هذه اشياء جينيه، هذه فقط باش نكون واقعيين مع نفسنا. قضية البلح الآن المجتمع الصحراوي في تطور كبير، الناس بعدت على أفكار السمنة والناس ولاو كيتعطاو الرياضة، لأنه الناس كياخذوا الكورتيزون كيخلطوه مع مجموعة من الأعشاب وكيقول لك لا راه السمن، لا هو فقط كيتنفخ، يعني كيفوت واحد الوقت يعني كيرجع لطبيعته. كنعرف هذيك العادة عند العرائس وعند البنات الصغار كيقولوا العجنة وكيبان الحوم يعني، ولكن هذيك العادات ولات كتنضط. يعني لانه سواء الشيء راه اصلي فيك وجيني سواء ما عندكش، يعني ما وانا ضد